أعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين، عام سعيد 2021 على حضراتكم إن شاء الله. كل التحية والتقدير من برنامج مدير المستشفى لحضراتكم، إن شاء الله تكون سنة سعيدة علينا كلنا بإذن الله. خالص التعازي للصديق والأخ أسرته الأستاذ خالد الناقر، خالص التعازي من برنامج مدير المستشفى لكافة العاملين بقناة الصحة والجمال في فقدان الأخ العزيز الأستاذ خالد الناقر، وكل التمنيات بالشفاء العاجل لأخونا الفاضل مدير البرامج ومدير القناة بمدينة الإنتاج الإعلامي الأستاذ جمال عبد العظيم مدير قناة الصحة والجمال. النهاردة إحنا اخترنا موضوع أعتقد أنه هو مهم لحضراتكم. هذا الموضوع ملح عند كل المشتبه في إصابتهم بكورونا المستجد. دايما الناس بتسألني في العيادة، هو أنا حس الشم اللي راحت مني دي هي دي كورونا ولا ده التهاب في الجيوب الأنفية ولا دي حساسية في الأنف يا دكتور؟ أنا مش عارف أتعزل ولا خليني قاعد في البيت، ولا هل القصة دي مبدئيا هي أحد العلامات الرئيسية للكورونا ولا لا؟ عنوان حلقتنا النهاردة حاسة الشم وتأثير فيروس كورونا المستجد عليها. حاسة الشم دي أحد الحواس الخمسة اللي ربنا سبحانه وتعالى حبى الإنسان بيها. اتكلمنا في الحلقات السابقة عن حاسة السمع وما لها من يعني تقدير عند الإنسان وما لها من تأثير مباشر على حياته اليومية. اتكلمنا كمان عن حاسة البصر وليه قدم بعض الآيات القرآنية قدمت السمع عن البصر لأهميته ولوجوده في الجسم واكتماله قبل حاسة البصر. النهاردة هنتكلم عن حاسة الشم، ودي مرتبطة تقريبا كليا بحاسة التذوق اللي هو الإحساس بالطعم. كمان هيبقى فضل عندنا حاسة واحدة فقط ناقصة اللي هي حاسة التاتش أو اللمس، وإن شاء الله لو جه حد معانا من المخ والأعصاب يقدر يكلمنا عنها باستفاضة. النهاردة هنكلمكم عن حاسة الشم. لو في أي اتصالات لحضراتكم الهواء مفتوح، نتكلم عن حاسة الشم وتأثيرها المباشر على فيروس كورونا. هنتلقى محادثاتكم التلفونية طول وقت الحلقة. كمان النهاردة كان مفترض يبقى عندنا ضيوف، بس نظرا لأن الموجة الثانية من كورونا كانت عالية قوي قوي، فإحنا قلنا النهاردة خلينا ضيوفنا يقعدوا في بيوتهم حرصا عليهم وحرصا على التباعد الاجتماعي. ولكن قبل ما نبتدي حديثنا عن حاسة الشم وفيروس كورونا المستجد وتأثيره على حاسة الشم، معايا أستاذي ومعلمي والقامة الكبيرة في الطب العلاجي في وزارة الصحة لسنوات وسنوات، والوزير المفوض لجمهورية مصر العربية في السعودية، الأستاذ الدكتور هشام شيحة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة سابقا. دكتور هشام حضرتك سامعني؟ سامع حضرتك دكتور خالد، اهلا بحضرتك. دكتور هشام بشكرك على هذه المقدمة. دكتور هشام شيحة يعني من حضرتك، اتفضل. حضرتك سامعني؟ سامع حضرتك. طيب. الى ان ياتي الاستاذ الدكتور هشام شيحة وينضم الينا على الهاتف، نبتدي في حاسة التذوق ونشوف تأثيرها في فيروس كورونا المستجد. انا الدكتور هشام مش معايا على الاير بيس، لكن هو معايا على الشاشة اللي شايفه، ولكن ننتظر حتى موجود معانا دكتور هشام. ايوه حضرتك سامعني دكتور هشام؟ سامعك يا فندم تحت امرك. طيب بس اتمنى حضرتك تكون الصوت اعلى من كده شويه عشان الساده المستمعين. والله حتى انت عارف الشبكه يعني ربنا يخليك بعافيه شويه، فبحاول على قد ما اقدر انا واقف برضه. ربنا يخليك يا دكتور هشام، الشبكه فيك تبقى كويس. انا عارف ان برنامج مدير المستشفى حضرتك بنثقل على حضرتك كثيرا في المداخلات. يا فندم ده من دواعي سروري وشرفي. ربنا يخليك يا دكتور هشام. دكتور هشام، اول سؤال انا عايز اساله يا دكتور هشام، هل الاجراءات الاحترازيه المتخذه حاليا من وزارة الصحة وكافة الأجهزة المعنية تتناسب مع الوضع الوبائي لكوفيد 19 أو كورونا المستجد؟ والله يا فندم هي يعني هي الإجراءات كتر خيرهم، الناس بتبذل الجهد كتير، بس برضه بتبقى بعض الإجراءات متأخرة شوية. متأخرة؟ آه. بمعنى إيه يا دكتور هشام؟ احكي لي. يعني موضوع الغرامات اللي على الناس اللي لا ترتدي الكمامة،
يعني اتاخرنا قوي لما نفرض غرامه منطقيه عشان الناس تدفع اللي هي ال 50 جنيه، وفضلنا مده كبيره ما يعني عاملين غرامه 4000 جنيه وهي حاجه انلوجيك يعني، ما تمتش. الحاجه الثانيه ان برضو بعض التجمعات موجوده، وانت شفت حضرتك الاتصال اتقطع. طيب يا ريت نرجع للدكتور هشام، حديثه طبعا مهم بالنسبه لنا لانه بيبين لنا كخبره وكقامه في وزاره الصحه لسنوات وسنوات الاجراءات اللي بتاخذها الوزاره شكلها ايه. وانا طبعا متصور ان الاجراءات دي هي اعلى ما يمكن اتخاذه وكل الناس بتبذل كل الجهد، ولكن خلينا نسمع برضو من رئيس قطاع الطب العلاجي سابقا بوزاره الصحه. اللي عايزين نخش على موضوع الشم، موضوع حلقه النهارده، وعايز افرج على حضراتكم على ازاي الانسان يستطيع ان يتميز ما يشمه، وازاي يصل هذا الاحساس الى المخ. اتمنى نتفرج على فيلم من الاستاذ وليد والاستاذ خالد السوليه، على فيلم عن اول فيلم نشوفه كده عن حاسه الشم. نتفضل. اتفضل. In this installment I will discuss the olfactory nerve. بالظبط. لو ما فيش صوت يبقى اجمل. احنا هنتكلم عن العصب الشم، وهو العصب رقم واحد في ال 12 عصب اللي موجودين للانسان. زي ما انتم شايفين كده على الشاشه، هو العصب الشم بيبقى بداياته في الانف، ولذلك هو قصه برضو مهمه قوي ان احنا اي مشاكل بتحدث في الانف على طول بتاثر على حاسه الشم، وبالتالي بتنقل الاشارات اللي بتصل الى النهايات العصبيه داخل اعلى الانف الى اماكن اخرى داخل المخ بالفاكتوري بالب، وبتبقى طالعه منها بعد كده شعيرات عصبيه، عشان هذه الشعيرات العصبيه البسيطه تبتدي تتجمع وتكون حاجه اسمها الاولفاكتوري نيرف او العصب الشم. وهذا العصب بالشعيرات بتاعته بتخترق عظام حاجزه بين الانف وبين قاع الجمجمة. يعني ببساطة شديدة الأنف هو المدخل لهذه الشعيرات، ومن خلالها هو الشعيرات دي بتقدر تحس ايه اللي جاي عشان تقدر تشمه من خلال عظمة رفيعة قوي اسمها الكريبري فورم بليت. هذه العظمة مخرمة وبتطلع منها هذه الشعيرات عشان تصل هذه الشعيرات بعد كده الى من خلال هذه العظمة الى المخ. قصاد هذه العظمة مباشرة في جيب أنفي مهم قوي اسمه الفرونتال ساينس. القصة دي كلها بقولها عشان خاطر نعرف ان اي اصابة في منطقة الانف او مقدمة الانف او اي التهاب مزمن في الجيوب الانفية وخاصة في الفرونتال ساينس او في العظيمات وغضاريف الانف ممكن تأثر على حاسة الشم، وممكن تكون هي السبب الرئيسي في فقدان او تغيير او تغيير جزئي او احساس جزئي بالشم، اشم شوية حاجات وما اشمش حاجات تانية. ده المنظر اللي قدام حضراتكم بيورينا قد ايه الشعيرات دي طالعة من داخل الانف وبتتجه بعد سلسلة من التشابكات والسينابس الى المخ عشان تترجم داخل المخ الى اشارات يستطيع المخ ان هو يفهمها ويقول ده ريحة ايه وده مش ريحة ايه. نرجع يعني نرجع تاني كده يا استاذ وليد، فبكده نقدر نعرف قد ايه هذا العصب مهم، عصب الشم، وقد ايه هو مكانه مكان مهم جدا داخل الانف، ومن داخل الانف انا اقدر اشم الروائح واقدر برضو له ارتباط وثيق بحاسه التذوق، وبالتالي اي مشكله في الانف او في الجزء العلوي من الانف هتاثر مع عندي مباشره في حاسه الشم. امال ايه كوفيد 19 ويخش ويعمل لي ضياع لحاسه الشم وانوزميا وكاكوزميا والقصه اللي ايه كل الناس عندها هاجس، انا ما بشمش ليه يومين انا عندي كورونا ولا ما عنديش؟ ده سؤال احنا بنساله في عياداتنا تقريبا يوميا. اتمنى حضرتك بس تحط لنا كده عنوان المركز والعياده، لان برضو احنا كمدير مستشفى انا اللي بقدم البرنامج، واتمنى ان اي حد من الساده المشاهدين يجي لي عيادتي يطمن على نفسه. كل ده طبعا مجانا، جميع مشاهدي قناة الصحة والجمال المركز مفتوح لهم بالمجان وأرقام التواصل موجودة.
عايز برضو انبه على حاجة تانية مهمة، ان احنا ما زلنا في المبادرة بتاعت ضعف السمع وسماعة لغير القادرين، والشركات الداعمة ما زالت مستمرة معانا. اي حد عنده قريب، اخ، جار، صديق احتاج سماعة طبية، عنده ضعف سمع، يا ريت حضراتكم تقولوا على البرنامج ويبعت لنا تخطيط السمع، ومنه على طول هنقدر نسلمه سماعة هنا على الهواء تقريبا ب50% خصم، او ممكن تصل الى مجانا تماما. رجع لنا الدكتور هشام. دكتور هشام حضرتك معايا؟ دكتور محمد نوح، اهلا وسهلا. دكتور محمد نوح استشاري الكلى الصناعي ومكافحة العدوى ووكيل وزارة الصحة بأسيوط سابقا. دكتور محمد، أسئلتنا محددة لحضرتك، أتمنى إن شاء الله تبقى حضرتك معانا ضيف دايما في برنامج مدير المستشفى. هل استجابة الفريق الطبي يا دكتور محمد للإجراءات الاحترازية مناسبة وملائمة ويعني تشبع رغبات المرضى ولا لا؟ هو استجابة الفريق الطبي للإجراءات الاحترازية نمرة يعني احنا بنقول لها 2 ميكانيزم. تمام. وقاية الفريق الطبي دي ثم وقاية المرضى. تمام. فلو ما استجابوش بطريقة احترافية هم نفسهم حيضروا، مش هيضروا المرضى بس. تمام. هم نفسهم حيضروا، فالإجابة وخصوصا من وقت كورونا ده الإجابة احترافية وإجابة كويسة جدا. يعني استجابة الأطباء والفريق الطبي للإجراءات الاحترازية ممتازة جدا واحترافية. أيوة. طيب سؤالي الثاني يا دكتور محمد نوح، بصفتك خبير في الكلى الصناعي وإجراءات مكافحة العدوى، النقص العدد اللي احنا النهاردة بنلمسه في الأطقم الطبية داخل مستشفياتنا واللي احنا محتاجين بقدر الامكان كل اطبائنا يبقوا موجودين، هل حضرتك تقبل وجود متطوعين كان عندك في مديرية الصحة في اسيوط وانت كنت وكيل وزارة الصحة في اسيوط، لو جالك دكتور متطوع وخارج وزارة الصحة عايز يتطوع للخدمة في الوقت الحرج ده، هل تقبله يا دكتور محمد؟ اذا كان يمتلك من القدرات اللي تؤهله لهذا للوظيفة اللي عايز يتطوع لها مرحب بيه طبعا. طيب يعني ايه ما يمتلكوا من المؤهلات؟ هو راجل كلنا ما كناش نعرف حاجه عن الكوفيد 19 والكورونا، ما اعرفش حاجه. نعم. عنها من شهرين مثلا. اتفضل. نعم نعم نعم، اذا كان يمتلك من المؤهلات بمعنى يعني القضيه في الكلى الصناعي ولا القضيه في كل لا طبيب انا هشغله في العزل، انا النهارده عندي الهاجس عندي العزل، انا عندي النهارده وزاره الصحه عامله اكتر من 300 مستشفى عزل، مين اللي هيغطي الاطقم دي كلها يا دكتور محمد؟ والله بعد تلقي تدريب معين والتحقق من انه اتقن الاجراءات الاحترافيه الاحترازيه لعدم اصابه نفسه وعدم نقل العدوى للمرضى فده مرحب بيه. طيب دكتور محمد، بعض المرضى المصابين بالكوفيد 19 كورونا المستجد عندهم فشل كلوي من سنوات وسنوات، بعض المستشفيات ما بتقدرش تسمح لهم بالغسيل وبيتأخروا في المواعيد لغاية لما يروحوا مستشفيات الحميات أو العزل عشان يقدروا يغسلوا هناك، هل في سبيل إن احنا نيسر على الناس دي؟ لأن عددهم برضو مش قليل، مصاب كلى صناعي ليه 5 سنين و6 سنين وجاله الكورونا في الجائحة وفي الموجة الثانية. أولا بالنسبة لوقاية المريض الكلى الصناعي، المريض الكلى الصناعي ده بيمر بمرحلتين، مرحلة وهو قادم من سكنه إلى المستشفى بيركب مواصلات عامة وبيركب أمور زي كده، لازم يكون محترز ومحترس لنفسه، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، داخل القسم، داخل وحدة الكلى الصناعي لازم تكون الأطقم الطبية اللي بتقدم وهذه الأمور لازم تكون على دراية وما يكونش فيهم حد مريض أو حامل المرض. يا دكتور محمد، انا عندنا عدد كبير من مرضى الكلى الصناعي النهارده واللي بيغسلوا عندهم كورونا، يقدر يغسل في نفس المكان ولا لا؟ لا، هو اذا كان متوفر في متوفر له مكان في حميات او في صدر، مكان فاميليار، مكان مألوف دخول الحالات فيه، يبقى احسن. تمام. ما فيش مكان يبقى يخصص له مكان بس مع الاجراءات الاحترازيه. يعني من الممكن ان هو يجري الغسيل في نفس المكان اللي هو متكود عليه بس مع اخذ اجراءات احترازيه اضافيه لانه ده مريض كورونا، صح كده؟ مع اخذ الاجراءات الاحترازيه. تمام. دكتور محمد، حضرتك اعتقد ان حضرتك
وصلت للسن القانوني للإحالة للمعاش. نعم. لو اتطلب من حضرتك استدعاء للاحتياطي في وزارة الصحة مرة أخرى، هل هذا نعم. يعني هل نقدر نعمل مبادرة بكده أن يتم استدعاء الأطباء المحالين للمعاش واللي هم تركوا الخدمة من فترة بدون أي يعني إيه قضايا جنائية أو ما يشوب سمعتهم أو شرفهم، يستطيع وزارة الصحة تستدعيهم للعمل؟ ويعني بالأصالة عن نفسي، يعني بالأصالة عن نفسي أنا أرحب بذلك. تمام. وما أعتقدش أنه في حد من السادة الزملاء، لأنه أساسا الجيل اللي طلع معاش ده جيل المسؤولية الحقيقية. تمام. جيل معلمين ومربيين وآباء أفاضل. طيب. إحنا حد هيتأخر. إحنا برضو الجيل اللي موجود دلوقتي ربنا يبارك فيه وناس زي الفل. بس أنا عايز أقول حاجة، هل فكرة إن إحنا نحط كده مبادرة لاستدعاء الطبيب مرة أخرى للعمل زي المجند والمقاتل والضابط اللي بيطلع من الخدمة الإلزامية للتجنيد، أنا عندي 10 سنين 15 سنة أقدر أستدعيه فيهم، دي قوات مسلحة ودي خطتها، هل نقدر نعمل حاجة زي كده في وزارة الصحة دكتور محمد؟ رأيك إيه؟ رأيي إنه يعني إحنا في حالة حرب حاليا. تمام. الفيروس ده أو الجائحة اللي إحنا فيها، نحن في حالة حرب. تمام. ويمكن ذلك بس بمعايير. تمام. تمام. بمعايير، يعني مثلا ينظر ليه الوظيفة اللي هيؤديها ايه، ينظر مقابله ايه، ده تمام. الكلام. تمام. يعني هيشتغل ايه وهياخد قد ايه. دكتور محمد خالص الشكر والتقدير لحضرتك، يعني كنا سعداء بمداخلة حضرتك. دكتور محمد نوح استشاري الكلى الصناعي ومكافحة العدوى ووكيل وزارة الصحة في أسيوط، خالص الشكر والتقدير لدكتور محمد. هنرجع تاني لموضوع حاسة الشم والكوفيد 19، واتمنى من الاستاذ وليد امارة وخالد سليه يحطوا لنا الفيلم التاني الخاص بمدى ارتباط هذا الجزء من جسمنا بفيروس كورونا وازاي بيهاجمنا، نتمنى يحطوا لنا. تمام، هو ده يا استاذ وليد، معلش هو ده. تمام، ادي الكلام اللي احنا كنا نقوله، ان احنا عندنا حاجة اسمها فايبرز طالعة من عظمة صغيرة اسمها كريبلي فورم بليت، وبتنقل هذا الإحساس بالشم أو بالرائحة إلى البالب الأولوفاكتوري بالب، ويطلع منها بعد كده مجموعة من تتكون ساينابس لأنها تكون بعد كده العصب الشم. زي ما أنتم شايفين كده كل دي خلايا عصبية، الخلايا العصبية دي موجودة في أعلى الأنف، وتبين أن هذه الخلايا كذا نوع، ثلاث أنواع، منها اللي بيبطن الخلية العصبية، ومنها اللي بينقل، ومنها الخلية العصبية نفسها. ووجد أن هذه الخلايا العصبية هي مكان ملائم جدا لفيروس كورونا اللي انتوا شايفينه ده هجم عليها. معلش لو نقدر نعيد اللقطة دي تاني، معلش نوري الناس ازاي الفيروس بيخش جوه الخلية الخاصة بالخلية العصبية الخاصة باستقبال حاسة الشم أو استقبال المادة اللي أنا حشمها. نبص كده اهو، هنلاقي ان فيروس كورونا بيجي يلزق في هذه الخلية، ولما بيلزق في هذه الخلية بيبتدي يتعامل معها كأنه عضو منها، وبيبتدي يستنسخ نفسه جوه هذه الخلية العصبية في أعلى الأنف بآلاف المرات، ملايين المرات، وبيخلي هذه الخلية تتوقف تماما عن عملها الرئيسي، وهو التقاط الرائحة من المصدر اللي جاية منه داخل الأنف. زي ما شفتوا كده لزق في هذه الخلية، ابتدى يتفاعل داخلها ويستنسخ نفسه لآلاف الفيروس اللعين، ويبتدي يبوظ الشغل بتاعها. ولكن لما بيعمل هذا الكلام بيبتدي يأثر في كل الخلايا اللي موجودة، وهذه الخلايا على فكرة بالآلاف مش واحدة ولا اتنين، فبيأثر فيها. فالشخص بعد إصابته بفيروس كورونا بحوالي من 4 ل10 أيام، وبيقولوا ان اكتر مدة محددة 6 أيام، بيفقد فيها حاسة الشم، او بيجيله احساس غريب بالروائح، او ان الرائحة نفسها بتختلف. الفيلم ده بيورينا احنا ازاي بتيجي البارتيكلز او الجزء اللي احنا بنشمه ويأثر في هذه الخلية العصبية، بتبتدي تترجم بعد كده الى اشارة عصبية تصل الى المخ، ونحس بيها احنا شمين ايه. هذا الفيروس بيعيش في هذه المنطقة لأن هو المدخل بتاعه للرئة، هو المكان اللي رايح له هو الرئة، هو عايز يبوظ خلايا الرئة اللي هي بتبتدي تغير ثاني أكسيد الكربون إلى
تاخده وتدي اكسجين مكانه هو بيبوظ هذه الخليه، وده اللي بيحصل فيها الجلطات، وبيحصل بعد كده المنظر اللي بنشوفه في الاكس راي. ادي بالظبط الخليه العصبيه اللي داخل الغشاء المخاطي للانف في اعلى منطقه، وادي الفيروس وهو بيهاجمها. طيب اعتقد ان احنا كده فهمنا الميكانيزم بتاع هذا الفيروس داخل الانف وبيعمل ايه بالظبط في الانف. ولكن انا النهارده جالي كورونا وجالي حاسه الشم مفقوده، طب انا هترجع لي امتى؟ هل هترجع ولا ما ترجعش؟ تبين ان 90% من الحالات اللي بيجي لها كوفيد 19 وفيروس كورونا بيرجع لها حاسه الشم خلال اسبوعين ثلاث اسابيع ماكسيمم، ولكن هناك 10% من تلك الحالات القصه بتطول معاها جدا، ممكن تصل الى 6 شهور، ممكن تصل الى سنه. ولكن عشان حداثه هذا المرض احنا مش قادرين برضو نحدد هل فقدان الشم هيبقى بيرمننت ولا مجرد بس هيبقى عباره عن وضع مؤقت. معانا حد على الهاتف يا فندم؟ طيب يا ريت نرجع للدكتور هشام شيحه، لان احنا عايزين نناقش معاه القضيه دي مهمه اللي طرحها الدكتور محمد نوح ونتواصل معاه. طيب المريض دايما بيسالني يقول لي يا دكتور هو انا حاسه الشم دي هترجع لي امتى؟ هترجع لي بعد شهر؟ هترجع لي بعد شهرين؟ مش هترجع خالص؟ وطول ما هو فقد حاسه الشم او بيشم روائح متغيره هو احساسه بان هو ما زال مريض بالكوفيد 19. وجود ضعف في حاسه الشم او تغييرها او عدم وجودها ده ليس مرتبط ارتباط وثيق بمدى اصابته بالعدوى او ما زال هو تحت العدوى، ولكن ده احد المضاعفات بتاعه الكورونا، ولكن مع الوقت بتروح في نسبه اكتر من 90%. معانا مين يا استاذ خالد؟ معانا استاذ الدكتور حماده رجب، استاذ التخطيط والتنميه في كليه الخدمه الاجتماعيه جامعه حلوان. استاذ الدكتور حماده حضرتك معانا على الهواء؟ ايوه. مساء الخير يا فندم. مساء النور لحضرتك دكتور حماده. احنا بنناقش النهارده قضيه الفريق الطبي في المستشفيات والمنشآت الطبيه، وهل هناك عجز في الفريق الطبي؟ وطبعا تبين ان احنا عندنا عجز، لان احنا ده معالي الوزيره الغت الانتدابات لدراسه الدكتوراه والماجستير، لان احنا فعلا عندنا عجز، احنا لا ننكر هذا الكلام، ولكن عندنا مبادره باعاده تعبئه الفريق الطبي من خلال يعني مبادره ومنظومه تعبئه زي الجيش بالظبط. لما يكون عندي حاله من حالات التاهب انا بستدعي الاحتياط من جنود وضباط الى الخدمه العسكريه. هل يا دكتور حماده بصفتك استاذ في علم الاجتماع هل ترى هذه المبادره جيده من وجهه نظرك استدعاء الاطباء والفريق الطبي بعد احالتهم للمعاش او فصلهم من الوزاره او تركهم للوزاره للعمل مره اخرى؟ اولا في البدايه كل سنه وانتم طيبين والشعب المصري بخير وصحه وسلام بمناسبه العام الجديد. تمام. وكما توجه بخالص التحيه للاخوه المصريين. تمام. لعيد الميلاد. تمام. وان شاء الله ربنا يرفع البلاء وهذا الوباء عن مصر ان شاء الله ويحفظ مصر ان شاء الله. تمام يا فندم. تمام. واتوجه بالشكر لاخويا وصديقي استاذنا الدكتور فائد المشاحي. ربنا يخليك يا دكتور. وكل القائمين على البرنامج. تمام. في البدايه طبعا احنا في حاله طوارئ، الفيروس كورونا ده يعتبر كده احنا في حاله طوارئ. تمام. ولابد من تكاتف كل المؤسسات الدوله لمواجهه هذا الفيروس. تمام. بالنسبه لوزاره الصحه طبعا يعتبر هو الجيش الابيض. تمام. ضحايا كتير راحت في هذا الفيروس وهم اول ناس دفعوا الثمن يعني من المهن الممثله في المجتمع المصري، ولكن في عجز فعلا ملحوظ في كل المؤسسات وكل المستشفيات. ودي طبعا في عارف حضرتك موضوع الغاء الانتدابات بتاعت الوزيره، ولكن احنا عندنا بعض البدائل اللي ممكن تعملها معالي الوزيره لمواجهه هذا الفيروس. اتفضل. بالنسبه مثلا لو مثال بسيط في الوحدات الصحيه، عندنا عجز جامد قوي في الوحدات الصحيه اللي موجوده والمستشفيات موجوده. موجود المستشفيات ممكن الدكتور في المستشفى لو ينتدب ساعه او ساعتين الوحده الصحيه
يلاحظ الحالات الموجوده في الوحده الصحيه. الحاجه الثانيه ان ممكن الدكتور اللي موجود بالمستشفى طبعا اللي هو لابد من يكون العمل الاجتماعي بقى والعمل التطوعي، او يكون هو لازم يكون يتحمل او يكون عنده حب تحمل المسؤوليه المجتمعيه ونشارك في نجاح هذه المبادره، لان احنا كلنا لابد نتكاتف كمواطنين وكاطباء وكممرضين في مواجهه هذا الفيروس، لان بيهددنا كلنا، مش بيهدد الاطباء بس، بيهدد كل المواطنين، فلابد كله يتكاتف في مواجهه هذا الايه الوباء. دكتور حماده، دكتور حماده حضرتك استاذ مساعد بكليه خدمه اجتماعيه جامعه حلوان، ما تراه في داخل الكليه من الاجراءات الاحترازيه؟ هل هذا المستوى من الاجراءات الاحترازيه يرضيك كاستاذ في الكليه؟ طبعا التشدد الاخير وخاصه في الموجه الثانيه لفيروس كورونا، نشر طبعا الحكومه المصريه وكل القيادات اللي موجوده ان كل القيادات مشدده تشديد تام على هذا، على القرارات او الحفاظ على القرارات الاحترازيه لمواجهه هذا الفيروس. فانا شايف ان في فعلا يعني وعي حتى عند الطلاب داخل المدرج او عند الموظفين داخل الكليه او اعضاء هيئه التدريس او مدرسي الجامعه بالتشدد والالتزام بالقرارات الاحترازيه اكثر من الموجه اللي فاتت. هل يا دكتور، يعني وفي وعي كويس يعني. دكتور حماده، هل يعني لو حضرتك ليك اخ او اخت طبيب او طبيبه وطلع على المعاش، هل تقبل ان هو يتم استدعائه مره اخرى للخدمه؟ طبعا طبعا، وانا بدعو من هذا البرنامج دكتوره هاله زايد بانها يا ريت تعمل تعاقدات لكل الاطباء اللي طلعوا معاش لسد العجز اللي موجود على مستشفيات الجمهوريه مصر العربيه. احنا عندنا عجز شديد جدا، وخاصه العجز طبعا انت عارف اسبابه اللي هو عدم انتدابات، وبرضه موضوع الجيش وموضوع الدفعه اللي فقدت، وفي موضوعات كتير سبب العجز في مصر. في اطباء كتير خارج البلاد. تمام. فيا ريت نستدعى ونعمل تعاقدات جديده لكل سوى معاشه ان يرجع للعمل مره اخرى. بص، خاصه احنا في حاله طوارئ. بص يا دكتور حماده، التعاقدات اعتقد ان هي يعني ايه هتبقى اختيارية، لكن احنا بنقول القوات المسلحة بتستدعي الاحتياطي عند الحاجة، وده ما يقدرش يقول انا هاخد كام ولا العقد بكام. لا دي خدمة مجتمعية، لابد ان الطبيب نفسه جاي متطوع. بالزبط. ولكن حتى لو اجرى رمز عشان يشارك. تمام. في رفع هذا الوباء او سد احتياجات مصر، مصر احتاجته في موقف معين او في حالة طارئة، نقف جنب اهالينا. تمام. مش كل حاجة المال. تمام. دكتور حمادة رجب، خالص الشكر والتقدير لحضرتك، واتمنى تبقى دايما ضيف معانا في برنامج مدير المستشفى. نستكمل حديثنا عن فقدان حاسه الشم مع حضراتكم. استاذ خالد، يا ريت تحول لنا مع باقي ضيوفنا اللي كان مفترض انهم هيكونوا معانا في هذه الحلقه، ولكن طبعا نظرا لان الموجه الثانيه صعبه فاحنا اخترنا ان احنا نتحدث تليفونيا معهم. هنكمل كلامنا، بس يا ريت نشوف الفيديو الثاني، يا ريت حضرتك بس الشاشه يورولنا الفيديو الثاني مره اخرى عشان بس نشرح عليه للسادة المشاهدين. انا بس الشاشة المونيتور انا مش عارف، مش قدامي، اتمنى بس حد يعدل لنا المونيتور عشان نقدر نكمل كلامنا عن الفيروس كوفيد 19 ونقول للناس احنا ازاي بنشتغل في هذه القصة. انا النهاردة جالي مريض خف الحمد لله، وعمل المسحة بتاعته وعمل الاكس راي والسي تي وطلع تحليله كلها كويسة والسي تي ما فيهاش اي حاجة، ولكن حاسة الشم ما زالت مفقودة. هل انا يا دكتور ما زلت مريض بالكوفيد 19 ولا انا خفيت؟ اطلع من العزل ولا ما اطلعش؟ اروح لشغلي ولا ما اروحش؟ طيب ناخد الاستاذة دعاء من القاهرة. استاذة دعاء، يا استاذة دعاء انا سامعك. استاذة دعاء، طب الهاتف فصل. فانا دايما السؤال ده بتساله في العياده وزملائي بيسالوه في المستشفيات اللي بنشتغل فيها، انا خفيت ولا ما خفيتش؟ انا هرجع تاني اشم يا دكتور ولا لا؟ الفيديو بيقول لحضرتك انت في منطقه، هذه المنطقه فيها اكثر من مشكله لانها داخل الانف، فلو حصل عندك التهاب في الانف هيعمل فقدان حاسه الشم مؤقت، حساسيه في الانف هتعمل، كسر في الانف هيعمل، لحميه في الانف نتيجه الحساسيه هتعمل، ولكن اذا كنت انت مريض كورونا اوريدي وثبت ان انت كورونا وما زالت حاسه الشم بتاعتك ضعيفه او متغيره او مش موجوده خالص، فانا عايز اقول لحضرتك
بعض النصايح اللي احنا بنقولها لمرضانا ونقولها على الهواء يمكن تفيد بعضنا. هذا المرض له مضاعفات، المضاعفات بتاعته بتقعد فترة، ولكن هل انت حامل للمرض في الفترة دي ولا لا؟ انا في خبراتي المتواضعة بقول بعد ال 14 يوم والمسحة طلعت سلبية انا خلاص الحمد لله شفيت من الكوفيد 19، ولكن حاسة الشم ما زالت ضعيفة او بشم روائح متغيرة او احيانا الفيلم خلاص شفناه شكرا يا زوليد، او احيانا بشم ريحة غير اللي انا قدامي، يعني القهوة انا مش شممها قهوة، الاكل بعمله لا انا حاسس ان انا ده بصل، انا حاسس ان دي ريحة مش كويسة. بعض المرضى لما يجي ياكل يشم الريحة انا اسف كريهة في الاكل، وهو الاكل يبقى شهي جدا وريحته ذكية جدا، ولكن انا شامم ريحة مش كويسة، فنفسه ضعوف ان هو ياكل، يبقى عنده مشكلة انه مش قادر ياكل، ياكل مثلا طول النهار يشرب عصير او مية بسكر او ومش قادر يمد ايده على الاكل وهو نفسه ياكل. طب نعمل ايه يا دكتور؟ اولا لازم في بعض التجارب، كل الكلام ده عشان برضو حضرتك ما تاخدوش مني كانه مسلم بيه، كل الكلام ده لان كورونا المستجد حاجه جديده، كل الكلام اللي احنا بنقوله هو من واقع الفتره القليله قوي اللي احنا تعايشنا مع هذا المرض. في حاجه اسمها تمارين عصب الشم. ايه بقى تمارين عصب الشم دي؟ عشان دي احيانا بتخلينا تعجل بعوده حس الشم لينا بشكل سريع وبشكل مؤثر، وبتطمني انا كمان كمريض ان انا الحمد لله شفيت من المرض تماما واقدر اتعامل مع الناس. العصب الشم انا بحاول ااهله وامرنه بهدوء شديد جدا ان انا اشم ولا ما اشمش. ما اجيش بقى اجيب برفان تقيل قوي، مش عارف برفان عود ولا مش عارف السيدات بقى حاجات انا ما اعرفهاش بقى، ليالي الحلميه ومش عارف الف ليله وليله وحاجات لطيفه قوي كده، واقول انا هحط ده كل خمس دقايق في مناخيري، لا انت كده بتضعفي حس الشم بزياده. لكن نعمل ايه؟ نروح لاقرب عطار جنب بيتنا جنب المنطقه اللي انا ساكن فيها واقول له يديني زيت اقدر اشمه، بس زيت ايه بقى؟ زيت نعناع، زيت قرنفل، زيت ورد، زيت ريحان، زيوت عطريه بتبقى رخيصه جدا، الازازه كده لا تتعدى 8 5 جنيه ولا 10 جنيه، واكتب على كل واحده ده ايه، واروح مغمض عينيا تماما، اغمض عيني وانا خلاص عرفت ان ده ريحان، وابتدي اشم انا في الريحان وانا مغمض عينيا واقول ان ده ريحان، اللي بعده قرنفل، اللي بعده نعناع، اللي بعده ياسمين، اللي بعده ورد، اربع خمس اصناف بس، وانا مغمض عيني ابتدي اشمهم وابقى انا كاتب قصادي عشان انا عارف انا بشم ايه. اعمل التمرين ده اربع خمس مرات في اليوم، انا خلاص عارف نعناع قرنفل ورد، خلاص انا كده كده انا مش شامم حاجه خالص. تاني يوم ابتدي اعمل نفس التمرين اربع خمس مرات في اليوم. في اليوم التالت او الرابع ابتدي اشيل الورقه اللي عليه او اغمض عيني تماما واروح واخد دي واروح اقربها لانفي، هبتدي اميز. يمكن اول مره انا لو بجرب على خمس روايح يمكن اميز اتنين منهم، المره اللي بعدها هميز اربعه. هذه الطريقه هي عباره عن تمرين لعصب الشم عشان يستطيع ان يعمل مره اخرى بكفاءه. لكن انا ما اجهدوش، ما اجيش كل شويه احط البرفان ولا الكلور ولا السبيرتو جنبي واحط السبيرتو في الماسك ولا الكلور وامسح بيه، انا كده بجهد هذا العصب اللي هو اساسا مجهد من الكوفيد 19. يبقى دي تمارين عصب الشم ودي بتجيب نتيجه كويسه قوي عند بعض الناس، والحقيقه يعني كتير من المرضى بنجربها، واحنا بالرغم ان احنا اطباء واستشاريين وخبراء في مجال الطب، لكن مع الكوفيد 19 زي ما بنقول كده اللي تغلبه العبه وبقدر الامكان اللي موجود متاح عندك لخدمه المريض اختمه بيه. معايا مين على التليفون يا فندم؟ طيب معايا الاعلامي الصحفي والكاتب الاستاذ ضياء السبيري من جريده البوابه. حضرتك سامعني يا فندم؟ اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك يا دكتور خالد، واهلا بكل الساده المشاهدين. استاذ ضياء انا سعيد ان انت تبقى معايا في الحلقه النهارده على الهاتف، وانا دايما فخور بحضرتك كشاب عاشرتك كتير وتفاعلت معك كثيرا اثناء خدمتي في وزاره الصحه، وعشان كده هيبقى كلامي معاك يعني ايه كلام الصديق للصديق، مش حد غريب عني. يا اهلا وسهلا، يشرفني يا دكتور.
استاذ ضياء، خدمتك فتره طويله قوي ك ممثل لبعض الصحف القوميه والاهليه في وزاره الصحه، ادت حضرتك خبرات كبيره قوي في هذا المجال. عايز اسالك يا استاذ ضياء سؤال محدد، احنا في جائحه وفي حاله حرب مع الكوفيد 19، هل يا استاذ ضياء تقبل ان يتم استدعاء الاطباء للعمل مره اخرى اللي طلعوا على المعاش او اللي هم خدوا اجازه بدون مرتب او اللي هو استقال او اللي هو فصل لاسباب خارجه عن الشرف والامانه، هل تقبل استدعائه كمبادره من عند حضرتك؟ والله يا دكتور في البدايه خلينا نفرق بين مجموع يعني بين اللي حضرتك قلته ده، يعني مقبول ان احنا ممكن نستدعي اللي خرج على المعاش، ومقبول ان احنا نستدعي ممكن اكتر من حد يكون ليه ظرف، لكن اعتقد قصه حد ممكن يكون عليه حكم قضائي مقابل الشرف او لا لا، احنا قلنا ما عدا من خرج من الخدمه بجريمه تمس الشرف والامانه، الباقيين كلهم اللي هو خد اجازه بدون مرتب واتفصل، اللي تغيب عن العمل واتفصل، اللي سافر بره واتفصل، اللي كان احيل على المعاش او عمل معاش مبكر. انا بفكر في مبادره يا ريت حضرتك تبقى معايا فيها، نستدعي الاطباء هذه الفتره كاحتياط لينا احنا في الخدمه العسكريه، وحضرتك اديت الخدمه العسكريه وانا اديتها برضو، استدعونا اكتر من مره للخدمه العسكريه وقلنا تمام يا فندم وتحيا مصر، محدش قدر يفتح بقه، هل نستطيع نعمل ده؟ احنا في حرب مواجهه كورونا، انا دايما بمثلها انها حرب لا تقل اهميه عن اي حرب ممكن تاخدها البلد، في انها احنا بنواجه عدو شرس غير معلوم الملامح، الاطباء والتمريض والصيادله وكل الناس المتعلقين بالمهن الطبيه عليهم دور مهم جدا. في البدايه خلينا طبعا نتقدم بيهم لخالص الشكر لكل الناس جيش مصر الابيض اللي هم موجودين وبيواجهوا هذا الوباء، يعني ناس كتير قوي فعلا كانت لها اجازات واللي لها مواقف طبعا قانونيه تمام واضحه رجعت من نفسها، وده الدور المعهود عليه دايما من الاطباء والتمريض والصيادله وكده. بالنسبه لمبادره حضرتك اللي بتطلقها الخاصه والمتعلقه ب ان يتم استدعاء حد مثلا ممكن يكون استقال او فصل لسبب ما او كده، طالما بما لا يخالف القانون، يعني انا شايف ان دي حاجه هتكون مفيده، احنا في حاجه اكيد لعدد اكبر من الاطباء اللي مش ممكن مثلا يقدم خدمه علاجيه داخل مستشفيات العزل، هنقدر مثلا نستفيد بيه ويقدم خدمه علاجيه في المستشفيات العاديه للمرضى العاديين، لان طبعا مؤكد ان الناس مش هتبطل تتعب او الناس مش هتبطل تعيا. طيب. يعني مش كل مريض هو مريض كورونا الان، يعني في ناس مصابين بكورونا ودول مثلا موجود ليهم مقاتلين في مستشفيات العزل، عندنا كتير ناس تاني مرضى اكيد اللي عندهم سكر وعندهم ضغط وعندهم قلب وعندهم كل المضاعفات التانية اللي هي مالهاش علاقه بكورونا. اعتقد ان احنا ممكن نستفيد بهؤلاء الاطباء في الجوانب دي، ممكن نستفيد بالاطباء اللي هم احيلوا للمعاش في هذه الاماكن مثلا. يا استاذ ضياء والنبي يا استاذ خالد، عايزين نشوف صوره الاستاذ ضياء، الناس تعرفه الصوره عندكم، يا ريت نشوف مين هو الاستاذ ضياء. يا استاذ ضياء انا عايز اقول لحضرتك ان احنا العجز اللي في وزاره الصحه من الاطقم الطبيه ده مخلي مستشفيات العزل نفسها برضو فيها نوع من انواع الانين، لان الطبيب بيشتغل بشكل مستمر اكتر من اللازم، التمريض، ولو سيبنا القصه اختياري احنا كده بنحط نفسنا برضو في قصه التطوع، هروح مش هروح، ده المستشفى دي فيها كورونا، ده المستشفى دي فيها عزل، واحنا النهارده عندنا اكتر من 300 مستشفى عزل في مصر، فاحنا محتاجين قرارات يا استاذ ضياء تكون ملزمة زي الخدمة العسكرية. هو النهاردة الخدمة العسكرية طبعًا. هو انت النهاردة لما استدعوك يا استاذ ضياء للخدمة العسكرية التعبئة تقدر تقول لا؟ تقول لا طبعا، بتخش وظيفتك بتدي لهم الورقة بتاعت ما تقدرش تختار ممكن تكون فين، هم بيوزعوك في المكان بالزبط. اللي يقدروا يستفيدوا منك فيه، بتدي لهم الورقة بتاعت الاستدعاء بيقول لك شكرا مع السلامة اسبوعين او ثلاث اسابيع حسب فترة الاستدعاء. خليني انقل معاك بقى لنقطة تانية، ايه رأيك في الاجراءات الاحترازية اللي النهاردة موجودة في الشارع المصري؟ ده أول سؤال. تاني سؤال، ما رأي حضرتك في اللقاح الجديد اللي وصل مصر، ويعني كصحفي وكإعلامي ما تتداوله الأخبار عن هذا اللقاح ومدى استجابة الجمهور ليه أو الفريق الطبي أو الناس اللي هتاخده في الأول،
وسؤالي الاولاني عن الاجراءات الاحترازيه، اتفضل يا استاذ. بص يا دكتور، خلينا في البدايه اكلمك في الاجراءات الاحترازيه اللي الناس بتتبعها لمواجهه فيروس كورونا في الشارع. خليني اقول لحضرتك ان انا حزين جدا، لاني على مدار الاسابيع اللي فاتت اللي كنا طول الوقت بنتكلم ضروري احنا نلتزم بالكمامه ونرتدي نلتزم بالتباعد وكل الكلام اللي بقت الناس دي حافظاه بشكل جيد جدا، ما كانش تقريبا عدد كبير من الناس ملتزم، وبدانا نشوف عدد اكبر من الالتزام لما بدا يكون في تحصيل غرامات بالفعل على ارض الواقع. بقينا نشوف فيها بالفعل في لجان وكمائن وناس من المحليات واقفين في الشوارع بتحصل 50 جنيه. كل حزن ان الناس يبقى عندها الفكره وعندها الموضوع ان هو يبقى عنده هوس او خوف ان هو يدفع غرامه 50 جنيه وما عندوش خوف وما عندوش رعب ان هو ينقل هذا الفيروس لنفسه وينقل هذا الفيروس لاولاده واحفاده ووالدته وزوجته وكل الناس اللي في الاسره. يعني كنت يعني اتمنى ان انا اشوف نماذج جيده في ملتزمه بالاجراءات الاحترازيه، كنت اتمنى ان اشوف الناس حريصه على نفسها وعلى عائلتها اكتر من يكون حريص انه يدفع 50 جنيه، كنت اتمنى الناس فعلا تلتزم. وحضرتك راجل استاذنا ودكتور وتعلم ان كان ممكن لو الناس ملتزمه طول الوقت بالاجراءات الاحترازيه اكيد كنا في وضع افضل من الحالي بكثير جدا. يعني هل تؤيد يا استاذ ضياء وجود فتره حظر جديده؟ والله يا دكتور انا يعني لما حضرتك تبص على المشهد اقتصاديا كده، يعني انا شايف ان ده ممكن ما يبقاش مفيد. يعني احنا مش يعني احنا ما نقدرش نتحمل ده، وانا شايف ان في النهايه الحظر برضو مش ممكن يجيب نتيجه 100%. ليه؟ لان احنا مثلا هنعمل الحظر من 8 مساء لتاني يوم صباحا، هتيجي تلاقي ان عدد الناس اللي كان ممكن يبقى موجود من 8 بالليل واللي ما بقاش موجود بيتكدسوا بشكل غير طبيعي ما قبل 8، وبناء عليه يبقى احنا بنتكلم في نفس النموذج. يعني على الاقل احنا كده بنتعامل باريحيه. طيب. اللي ما عندوش استاذ ضياء، عايز اسالك برضو عشان قبل ما ننهي هذا الحديث الشيق عن اللقاح، يعني رايك كاعلامي في المجال الصحفي يعني اليومي، كلمني عن اللقاح. حضرتك اللي احنا بنقراه واللي احنا بنقراه من المتخصصين عن اللقاح، كتير جدا الناس بتتكلم عن اللقاح الصيني وان هو مبشر. احنا بنتكلم ان قادة العالم حصلوا على هذا اللقاح وقدروا ياخدوا منه جرعات، بنتكلم ان هو ليه نسبه فعاليه تجاوزت 80%. احنا بنتكلم ان هو يعني الافضل في المجمل من باقي اللقاحات بالنسبه لنا على الاقل في الوضع في مصر. احنا بنتكلم ان احنا جات لنا 50,000 جرعه وبداوا هم يرتبوا. استاذ ضياء انا عايز اقول لحضرتك يعني مدى الجهد اللي عملته معالي الوزيره ووزاره الصحه والقيادات عشان الحصول على 50,000 جرعه وتجهيزهم لتطعيم الاطقم الطبيه اللي بتشتغل في مستشفيات العزل والحميات وكبار السن وذوي الاوراد المزمنه. فانا عايز يعني مبادره برضو من حضرتك كصحفي وكاعلامي ان نبادر من له فرصه ان ياخد هذا اللقاح لا يتردد انه ياخده، لان ده طوقنا جاء بالنسبه له. استاذ ضياء خالص الشكر والتقدير لحضرتك، واتمنى تبقى ضيفي في البرنامج على الهواء في حلقات قادمه ان شاء الله. شكرا يا فندم. أستاذ ضياء الحقيقة يعني من الناس اللامعين في مجال الإعلامي، بيترقب بسرعة الصاروخ بسم الله ما شاء الله عليه لجهده وتفانيه في العمل. والحقيقة قال لنا برضو أن أنا مش منسجم قوي أو مش متوافق قوي مع قصة أن احنا نعمل حظر تاني أو نعمل أوقات حظر تجول جديدة، لأن ده هيأثر على الحالة الاقتصادية. وبرضو قال أنا مش سعيد بأن الناس ما زالت مستهونه بالموجه الثانيه من كوفيد 19. حد معانا ثاني يا استاذ خالد؟ حد معانا على الهاتف؟ استاذ الدكتور هشام او حد من الضيوف؟ طيب عايزين نقول بقى، اتكلمنا عن حاسه الشم، فقدانها بيأثر علينا ازاي. انا يعني بقول لا ننزعج من فقدان حاسه الشم، ما ننزعجش منها انزعاج كبير، لان في 90% وأكثر من 90% من الحالات بتعود مرة أخرى بشكل طبيعي جدا 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 وبدون أي أدوية. ولكن هناك أدوية مهمة بناخدها. طيب أنا معايا الأستاذ مصطفى زمزم على الهاتف ونكمل موضوع الشام. تفضل يا أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا يا فندم. أستاذ مصطفى تفضل يا فندم، سامعك. تفضل. أنا بس عايز أسأل حضرتك كمدير مؤسسة أهلية، إيه دور المجتمع المدني في مكافحة كورونا المستجد كوفيد 19 في الموجة الثانية اللي هي يعني واضح إن الأرقام بتزيد فيها شوية؟ اتفضل يا فندم.
الحقيقه المجتمع المدني بيقوم بدور مساند لدور الدوله في مكافحه فيروس كورونا، واللي يمكن كل اجهزه الدوله بتتعاون مع المجتمع المدني لانه اكثر وصولا لكل الفئات الاكثر احتياجا على الارض. ويمكن احنا بشكل شخصي في مؤسسه النهر الخير بنقوم بدعم اكثر من 300,000 اسره في توزيع المواد الوقايه والمطهرات لدور الايتام ودور المسنين ومستشفيات العزل، وبنتعاون مع وزاره الصحه في دعم الاجهزه التنفس الصناعي، بعض الانابيب الخاصه بالاكسجين، بنحاول على قدر الامكان ندعم العماله الغير منتظمه بالتعاون مع وزاره القوى العامله ووزاره التضامن. في ناس كتير فقدت اعمالها في الازمه الماضيه والازمه الحاليه، ودول يمكن بيستدعي من الدوله طبعا تدخل في توفير مرتبات شهريه ليهم، لان دول اعمالهم كانت مرتبطه ان كان بالسياحه او البناء والتشييد او بعض الاعمال الخاصه بالشغل اليومي. فيمكن دور المجتمع المدني هنا في المرحله الاولى كان في دعم اكثر من 2 مليار جنيه من تبرعات اهل الخير والشركات والبنوك ورجال الاعمال، وده كان بيقوم بيه اكثر من 1600 جمعيه اهليه كبرى على مستوى الجمهوريه. حصر الاسر اللي فقدت اعمالها ده شيء بيكون مهم جدا. دعم دور الرعايه على مستوى الجمهوريه اكثر من 500 دار رعايه. يقدر يوصل لحضرتك ازاي يا استاذ مصطفى؟ كثير من المواطنين مش فقدوا اعمالهم بس، وتم صرفهم من اعمالهم لما يعني ايه اتقال ان ده عنده كورونا وجاله قرار قال له لا خلاص خليك قاعد في البيت، يمكن نبعت لك نص المرتب يمكن لا، لكن ما تجيلناش تاني، شكرا لغايه كده. خاصه طيب العماله المؤقته عشان نوحد الجهود وبرضه نكون في شكل منظم وفي منظومه عمل بتشتغل. تمام. وزاره التضامن عملت موقع خاص بالعماله اللي فقدت مصدر رزقهم، ووزاره القوى العامله نفس الموضوع. الموقع الخاص بوزاره القوى العامله يقدروا يدخلوا عليه من اي مكان. تمام. الموقع الخاص بوزاره التضامن ايضا موجود، لو دخلوا يقدروا يتصلوا ويسجلوا بياناتهم عشان يكون ما فيش تكرار او ازدواجيه ان في اسر تستفيد مره واثنين وثلاثه وفي اسر لم تستفيد خالص. طيب خلينا استاذ مصطفى، انا بس انا يعني انا اسف لوقت الهوا عندي قارب على الانتهاء. اتمنى حضرتك تكون ضيف عندي في البرنامج المتواضع اسمه مدير المستشفى، بيجي كل يوم اربع، اتمنى تبقى ضيف عندي وتقول لي المضارين من كوفيد 19، العمالة البسيطة، الناس اللي هي على قد حالها، الناس بتشتغل كت يوم ويوم، ايه اللي ممكن الاجراءات اللي تتم. قصة ان انا اسجل نفسي على الكمبيوتر وعلى النت وعند وزارة التضامن دي قصة برضو بتاخد وقت، وفي بعضهم ما يعرفش حاجة اسمها نت ولا كمبيوتر ولا موقع الكتروني. احنا في ناس محتاجة العشاء بتاع النهاردة هنجيبه ازاي؟ استاذ مصطفى خالص التقدير لحضرتك. قبل ما نخلص برنامجنا عايز بس اشكر الشركات الراعية للسماعات الطبية، وتواصلوا معانا في السماعات، من يحتاج سماعة طبية، معينة سمع، عنده فقدان سمع جزئي، عنده ضعف سمع، يتواصل معانا. السماعة تبقى بسعر رخيص جدا وحنسلمها لو غير قادر مجانا هنا على الهوا وقدام كل الناس. قصة حاسة الشم ما تقلقوش، ده أحد الأعراض المصاحبة لكوفيد 19، وفي 90% بينتهي خلال أيام، وال 10% التانيين ممكن يستمر أقل من شهر. في أدوية لازم ناخدها وقتها، في كورتيزون هناخده ما تخافوش منه، في أدوية أعصاب هناخدها ما تخافوش منها، حتى لو حقن برضو ما تخافوش منها. حاسة الشم نعمة، خسارة إن احنا نفقدها ولا نتوانى عن أي علاج موجود عندنا تقدر يحسنها. خالص الشكر والتقدير لكافة العاملين بالقناة، أستاذ عبد حميد، أستاذ جمال ربنا يشفيه، أستاذ وليد عمارة، كل الناس الجميلة اللي احنا بنشتغل معاها. أتمنى أتواصل مع حضراتكم بإذن الله الأربع القادم مع مداخلات أكثر خبرة لمستشارين في الطب وفي مجالات القيادة والاستشارات الطبية. أتمنى إن شاء الله الأربع الجاي هيكون معنا موضوع جديد لحضراتكم مع مدير المستشفى الأربع من كل أسبوع الساعة 4 العصر. أشوفكم على خير بإذن الله.